مشاهدينا ورجعت لكم مع فقرة بتهم كل بيت مصري، وخصوصا مع أجواء الحرارة اللي كلنا حاسين بيها. بيحتاج دايما ولادنا ان احنا نغير لهم عاداتهم الغذائية ونحولها من عادات غذائية خاطئة لعادات غذائية صحيحة، وخصوصا في فصل الصيف. ارتفاع درجة الحرارة، تغيرات جوية، تغيرات مناخية، ضروري نوفر لهم نظام تغذية صحي وسليم، ونتأكد من حصولهم على الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة لبقاء الجسم بنفس نشاطه وبنفس مناعته. فكتير من الأمهات مش بيبقوا عارفين قوي الفرق بين الأكل المهم لولادهم في فصل الصيف واختلافه عن فصل الشتاء. ما ببقوش عارفين إذا كان اللي بياكلوه ده بيفيدهم ولا مش بيفيدهم. تفاصيل كتير قوي هنعرفها النهاردة، ومعلومات مهمة جدا عن التغذية الصحيحة لولادنا وبالأخص في فصل الصيف. يسعدنا يكون معنا دكتورة هيام خيري، استشاري التغذية العلاجية. أهلا بيكي دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيكم. في البداية خالص أنا عايزة أعرف، هو في أكل صيف وأكل شتاء؟ في جو صيف وجو شتاء، فلازم يبقى في أكل صيف وأكل شتاء. مبدئيا انا بتعامل مع بني ادم، يعني الطفل ده لازم احترم كل الاتموسفير بتاعه، مش الاكل بس، مش طبقه بس، فلازم اهيئ له المناخ اللي ياكل فيه كويس. اول ما يقول صباح الخير يا ماما المفروض يدخل الحمام ياخد دش. الشاور ده بيخليه اساسا يبتدي جسمه يتفاعل ويصحصح، ونبعد عن حاجه اسمها الوهم في الجوع او الوهم في العطش. الوهم في الجوع ووهم في العطش ده اوحش مشاكل الصيف، لان الطفل مع العرق والاحساس بالملل والفراغ وعايز يشرب بطريقه احيانا بتبقى زياده، كل ده بتدخله في احساس انا شبعان يا ماما طول الوقت. اول ما بياخد دش الصبح بيخرج من الدايره دي، وبعدين بقى خلاص احنا نطلع من الحمام هنبص على الثلاجه. فاول حاجه عندي في الثلاجه مين اللي بيجيب الحاجه الكويسه في الثلاجه؟ لازم يبقى عندي خضار وفاكهه كويسه جدا ومغسوله ومحطوطه في الثلاجه في جو درجه حراره مناسبه. اوكي، يبقى احنا خلاص صحينا من النوم خدنا دش. احنا البيوت المصريه مؤخرا عادت بتهتم بحاجات تانية غير الخضار والفاكهه. احنا لازم بقى نرجع بقى نقول احنا ليه يعني دخلنا نفسنا في مراحل كتيره مناعه الطفل فيها وقعت. فاحنا من الحاجات والاسباب المهمه اللي خلت مناعه الطفل تقع ان احنا بناخد الفاست فود والحاجات المواد الغذائيه، التلاجه بقت فيها حاجات كلها وحشه. انا عايزه، مش عايزه حاجات مصنعه، انا عايزه حاجات تخرج من الارض. الطفل يتعامل دايما ويبص دايما في التلاجه يلاقي الحاجات الكويسه المناسبه لصحته، الفاكهه الصح، الخضار الصح اللي يحط ايده عليه مغسول ونظيف وجاف ودرجة حرارته كويسة. يبتدي يفتح التلاجة يشرب كوباية لبن، هيشرب شوية مية ساقعين حرارته معتدلة، هيصحصح. خلاص احنا ابتدينا بقى يومنا بطريقة كويسة. حتى لو مش بيلعب رياضة او خلاص صحي صلى وخد دش، نبتدي بقى نحط الطبق بتاعنا. لو الطبق بتاعنا حجمه كبير في الشتاء نصغره شوية في الصيف. ماشي، اصغره ليه؟ لان انا هزود عدد الوجبات. لو الطفل في الشتاء بياكل 3 وجبات او 4 وجبات، المفروض في الصيف ياكل 6 ياكل 7. اوكي، لانه هو بيشبع بسرعه مع الاكتيفيتي والحركه هيعرق. دايما كوبايه العصير او كوبايه الميه، كوبايه لبن، كوبايه لبن رايب، لازم اعوض العرق اللي واتجنب انه يدخل مني في جفاف او يدخل مني في احساس بالعطش. كوبايه الميه دايما اقول للطفل او لماما تحط كوبايه صغيره، ونحط طبق في اقرب مكان لايد الطفل، ويكون طبق صغير. عين الطفل ممكن تشبع. يعني ايه عين الطفل تشبع؟ يعني طول ما هو شايف طبق كبير قدامه مليان اكل هيشبع من غير ما ياكل. لكن انا هصغر الطبق واحط فيه حاجتين ثلاثه كلهم الوان. الوان يعني ايه؟ عندنا ربنا سبحانه وتعالى ادانا كل الفاكهه الملونه في حاجه اسمها بيتا كاروتين. بيتا كاروتين دي مواد مهمه جدا لجسمنا تخلينا نحافظ على درجه حرارتنا، بلس انها كمان بتخلي الطفل يستعيد حيويته طول الوقت. فانا عايزه مثلا فلفلايه ملونه، شريحه من فلفلايه ملونه، شريحه خياره، شريحه تفاحه، معلقه شوفان، كوبايه زبادي، حاجات صغيره اقل حاجه، بس الطفل اول ما يشوف طبقه كبير بيشبع. فانا عايزه دايما يعني المعده والمخ الاثنين بيشتركوا معايا في فكره الطبق. اوكي، فانا مش عايزه اشبعه مجرد النظر. هياخد شريحه، هياكل بيضه، هياخد شويه لبن. الطبق بتاع الطفل يبقى متقسم 4،
جزء خضار، جزء فاكهة، جزء بروتين، وجزء حبوب كاملة. طيب احنا مش ده كان احنا كمصريين مش دي كانت عاداتنا الغذائية زمان؟ ليه بدلناها بالمخبوزات؟ بس هي مش الثقافة اتغيرت، بس احنا بقينا كلنا مشغولين طول الوقت، فاحنا بنستسهل طول الوقت. بس احنا عندنا بدائل بدل الاستسهال، يعني بلاش كرواسون وباتيه والمخبوزات، شوفان، ما الشوفان اوريدي سهل، بليله، احنا لو عملنا يعني كميه من البليله ممكن نحطها قدام الطفل لو هو بيحب كورن فليكس والكلام ده. اجيب الحاجات المدعمه، المدعمه بقى بالحبه الكامله، المدعمه بالفيتامين، يعني في بدائل عندنا برضو ظريفه. حتى لو انا مش عايز امنع منه النشويات، يعني بصي هو انا مش عايز امنع، بس حتى على الاقل الحاجات اللي انا صحيا مش طالباها تبقى تتاخد بكميات صغيره وبحذر، ما تبقاش القصه مفتوحه يصحى الصبح صباح الخير يلاقي طبق كرواسون وطبق باتيه. حضرتك يا دكتوره بتتكلمي عن الطفل، فمش دي مسؤوليه الام ومسؤوليه الاب اللي بيشتروا الحاجات دي في البيت؟ ما عشان كده بقى بنقول الطفل لما يفتح الثلاجه يلاقي كل حاجه هيلسي. عشان كده ما اقولش للطفل بقى لا حضرتك عندك كل المواد الغازيه بكل انواعها موجوده في الثلاجه بس اوعى تشرب. عندك حضرتك مشروبات الطاقه بس اوعى تشرب. عندك حضرتك العصاير اللي احنا جايبينها من بره اللي فيها لاكتيك اسيد وبوتاسيوم عالي بس اوعى تشرب. لا حضرتك سوري انا كده غلطانه، انا كماما لازم حضرتك التلاجة يبقى فيها حاجات هيلسي. هو اول ما يمد ايده، هو انا عارفه طبيعه طفل ابني، يعني ابني بيحب مثلا ياكل ايس كريم، طب ما انا الفاكهه اللي عندي احط عليها ايس كريم بودره هتبقى ايس كريم بفاكهه. بيحب ياكل الجيلي، بيحب يشرب مثلا، بياخد الزبادو، كل الحاجات دي ممكن تتعمل في البيت من الفاكهه والخضار اللي احنا بنحبه. ماشي، بلس ان انا من صغره بعوده على الالوان الحلوه، يعني العين بتحب كده الاكل الحلو اللي لونه حلو، هيحب بقى كل الفاكهه وكل العصايه ياكلها فريش، بطيخ، كل الاكل بتاعنا جميل. ما عندناش مشكله في طبيعه اكل، لكن انا في نوعيه الاكل لازم تبقى هيلثي. يعني انا لازم ادخل يوميا خضار وفاكهه. احنا مش بندخل بس، احنا بنقول الاكل يتقسم 6 وجبات، الست وجبات فيهم خضار وفاكهه. كميه البروتين بالنسبه لي لازم تبقى بروتين سهله الهضم، يعني حتى كمان انا مثلا حطيت الصبح بيضه، الظهر كمان هفكر في بروتين سهل الهضم. يعني ايه بروتين سهل الهضم؟ حته سمكه فليه، انا مش عايزه مقليات، نبعد عن المقليات على قد ما نقدر، نتكلم مثلا عن ورك فرخه احسن لان الفايبر بتاعه اقل من صدر الفرخه. بالنسبه لي ممكن طبعا الفيليه ده اساسا مش اكل، الفيليه ده مقلي، زيت، حاجات بتعطش. بس ممكن في ناس بتشويه ممكن اعمله بقى، بس الفايبر بتاع الفيليه بيبقى عالي فبالتالي الطفل يشبع بسرعه. انا ممكن استعيذ بالشبع بالحاجات اللي فيها فايبر اعلى، من مثلا معلقتين شوفان زي ما قلنا، كورن فليكس، معلقه حبوب كامله، دقيق كامل، اخبز له الحاجه اللي هو بيحبها بدقيق بحبه كامله. حبه كامله. وفي دلوقتي حتى لو في امهات مش فاضيه، في محلات كتير بتبيع حاجات، بتبيع الحاجات دي بحبه كامله. تمام. الميه ده يعني الميه يعني ميه، وميه يعني خضار وفاكهه. الميه ما بتبقاش لوحدها، انا عندي الطفل احتياجه لو هو مثلا طفل 10 كيلو انا بحتاج من 70 80 ملي لتر ميه لكل كيلو من وزنه. يعني طفل 10 كيلو المفروض على الاقل ياخد لتر ونص ميه. اوكي، ميه يعني انا بالنسبه لي طفل من اول ما يقول وبيحبي ويمشي يبتدي يعرف يوصل لحاجه فيها كونتينر ميه كويس، وتكون ميه طبعا ساقعه. الميه دي سبحانك يا رب لازم تتشرب على الاقل معتدله. ماشي، فيبقى الطفل عارف يوصل لحاجه يشرب بيها من غير مساعده حد، ودي مهمه جدا. ماشي، فعندنا ترابيزات في البيت كده اي حاجه يبقى جنبنا كوبايه ميه ساقعه، طبعا متغطيه من التراب ومن الدبان. اوكي، بس بعد شويه انا عايزه اشرب الطفل سواء هو عطشان او مش عطشان، يعني الميه ده احساس أساسي. بتروي جسمه. تاني حاجه من الميه كمان، انا لازم ابص على كميه البول اللي بيجيبها ولون البول اللي بيجيبه، يعني انا كمان لازم ابقى متابعه لون البول وكميه البول، لان انا حطيت الميه اشربها دلقها، انا مش حطاها تحت عيني طول الوقت، ابص على كميه البول. كميه البول غامقه قليله يبقى الراجل ده ما بيشربش اساسا ميه، الميه دي راحت في حته تانية.
لا البول كويس، كل ما يفتح البول معناه ان الطفل ده شرب كميه مناسبه لسنه، مناسبه للاتموسفير، مناسبه للحر. اوكي الميه كميه، لكن الفاكهه عندي سبحانك يا رب، فاكهه الصيف كلها ميه، العنب كله ميه، واملاح، البطيخ، الشمام، المانجا، كل الحاجات كلها سوائل، بس انا مش هحسبها من السوائل الرئيسيه، لكن دي بتخليني تعدل مزاج الطفل وتعدل احساسه بالعطش او بالجوع. طيب ازاي اعمل اكل صحي غير الفاكهه بقى والخضار، ازاي اعمل له حاجه تخليه ياكلها وفي نفس الوقت تكون صحيه؟ وبرده مش هنكر ان في منتج معين مالي الاسواق المصريه تقريبا بقت هي الوجبه الرئيسيه لمعظم اطفالنا، سواء في البيت، في النادي، في الشارع، يعني موجود بيتباع في الشارع، اللي هي النودلز والشعريه والكلام. بص يعني احنا مش هنتكلم عن النودلز والحاجات دي لانها احنا يعني اتكلمنا عليها كتير جدا. اي حاجه العقل البشري حتى يبص عليها، ازاي انا احط ميه سخنه على حاجه واكلها وهي اساسا تستوي، يعني الفكر البشري ازاي يتخيل ان انا حطيت ميه سخنه على حاجه وتستوي وتبقى في الاخر منتج مظبوط صحيا، يعني ما يبقاش عليه اي كلام. الحقيقه احنا بنشوف حالات بتدخل في مشاكل صحيه ابطو انها بعد الشهر بتغسل الكلى من وجبات كبيره شويه، من الحاجات اللي احنا بنتكلم دايما عنها ازاي بتستوي بالطريقه الغريبه دي، ازاي بتستوي بالطريقه الغريبه دي، تساؤل لازم كل الناس تساله لنفسها. ما ينفعش ابدا حاجه تستوي بالطريقه دي وتبقى في الاخر صحيه. انا ماما ممكن تعمل شعريه في البيت تبقى شبه، تحط توابل صحيه كويسه وتحط في التوابل دي، فين التوابل كنا بنحطها زمان، اللي احنا كنا بنحطها اسمها ايه، اللي كنا بنحطها على الفول والبيض والتوابل الجميله. حضرتك ماشي، كنا بنحط مكسرات على بعضها، بنحط عليها سميق وشويه كزبره وشويه زعتر، بتبقى يعني حضرتك بتدي صح. كل حاجه بتدي كل حاجه، وكمان اديتي ماده مهمه جدا لصحتنا اسمها تريبتوفان. تريبتوفان ده امينو اسيد مهم جدا للاطفال، ده جوه في جسمنا بتحول لحاجه اسمها سيروتونين، وماده السيروتونين دي ماده السعاده، يعني مسؤوله اساسا عن مود الطفل، انه بيتبسط، انه يبقى سعيد في حياته، انه عايز يلعب وعايز يتنطط بمود حلو. فانا لازم ارجع الحاجات الجميله اللي كنا بنستخدمها زمان، الدقه وما امثال الدقه، الحاجات دي كانت جميله جدا. احنا ممكن نعملها بطريقه تعجب الطفل، يعني مثلا لو عملنا كاتشب في البيت او بلاش في البيت، بس حطينا على الكاتشب الدقه بتاعتنا دي هتبقى ممتازه جدا. وكمان الحاجات دي ابيتايزر طبيعي، يعني سبحانك يا رب، التست بد بتاع الطفل معدلات تذوقاته بتختلف، وبعد شويه بتذوق المكسرات والحاجات الصحيه بطريقه احسن، فبالتالي يبتدي يعني ما ينفرش قوي من الاكل اللي ماما هتعمله بطريقه غير بتاعه بره. طيب في بعض الامهات بتستخدم الـ 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 النودلز والحاجات دي انها هي فاهمه انها كده بتطبخها بطريقه صحيه، اللي هي بتاخدها بتعمل خضار، كميه خضار كويسه بتعملها شوربه وبعدين بتضيف عليها النودلز عشان تشجع الولاد، بما انكم عايزين كده كده نودلز بس بتدخلوا الخضار فيها، هل ده صحي؟ لا هو احنا اساسا يعني احنا واقفين عند طبيعه عجينه طبيعه العجينه نفسها، طبيعه احنا لسه بنقول طبيعه الماده اللي اتصنع منها تستوي من غير ما تحط عليها اي، تحطش على النار، جاست انك بتحطش عليها ميه سخنه، هي دي، هو ده التساؤل، هو ده المشكله، ماده الصنع. فطبعا هتحطي عليها، يعني انت مش قللتي الضرر بس على الاقل خليت الطفل ياكل خضار. لو احنا فشلنا لو دوقت الفشل بقى خالص. يعني حضرتك شايفه ازاي نقدر نعمل اكل صحي للطفل؟ عندنا يعني حتى الاطفال نفسهم ممكن بره بتتعمل سلطه مكرونه وسلطه التونه، مثلجات بطريقه مختلفه، الاطفال بتحب الايس كريم نعملها في البيت ايس كريم بكل الفاكهه اللي بيحبوها، الطفل نفسه يتشارك معانا في المطبخ، احط يا ماما لحمه بارده او احط
اقطع يا ماما كابوتشي، اقطع يلا حبيبي اقطع فلفل الوان، هو بيحب انه بيشارك كده. اي طبق هنحطه هنحط عليه بقى حاجه مكسره، مثلا فاكهه مجففه، تمرايه، عنب، ممكن احنا دلوقتي بنحط الرمان على السلطه، احنا ممكن نبقى طبق ميكس كده جبن مبشوره على، والاطفال بيحبوها بياكلوها بره، فاحنا ممكن نساعدهم بكونتينر بقى، نشتري العلب الجاهزه ونضحك على الطفل ونحط فيه الحاجه اللي احنا بنحبها اللي احنا بنعملها صح بطريقه صح. علبه التونه فيها اوميجا وفيها حاجات كتير بروتين، احطها بزيتها من غير زيتها، احط عليها بقى المكسرات، احط عليها التوابل بتاعتي، احط عليها فلفل الوان، الخيار، هتبقى طبق ممتاز متكامل كل فيها كل حاجه. طبيعه الاكل بتفرق من طفل لطفل ولا كل الاطفال نفس الاحتياجات؟ لا، هو في طفل دايما عنده حب للاشياء المسكره، وفي طفل عنده حب للاشياء الحادقه، ده احيانا نسبه كبيره منه بتبقى جينات، يعني العيله دي نفسها بتحب الحاجات المسكره، في عيله تانية لا بتميل للحوادق. انا عشان كده احنا دايما في الفطام بتاع الطفل بنقول للماما ماما ما تدخليش لا سكر ولا ملح، استعيني عن دايما السكر بالفاكهه المسكره، تمر او بطاطا، واستعيني دايما عن الملح بشويه كمون صغيرين او شويه سماء وشويه زعتر، عشان الطفل الذاكره بتاعته لسه بتتعود على ما هو مالح وما هو مسكر، فما نخليش ما يركزش بعد شويه على الحاجات المسكره ويرفض الحاجات المالحه والعكس. طيب احنا اتكلمنا عن اهميه الميه، واتكلمنا تحديدا عن الصيف ان انا لازم اكل 5-6 وجبات، يكون طبعا فيهم خضار، يكون فيهم فاكهه، الميه عنصر اساسي وتكون موجوده معايا طول اليوم، والوجبات الى حد ما تكون خفيفه ومعموله بشكل كامل في البيت، صح؟ هو احنا مش هنلود على ماما قوي، بس احنا مش لازم تبقى معموله النهارده، يعني انا مثلا سي عملت عرق فليتو وقطعته وسبته، عرق تركي مثلا، شويه اوراق كده، ورك فرخه سلقته حطيته، عملته مثلا على الجريل، حطيت بقى وجبات، يعني انا عملت مثلا ده وحطيته في الفريزر وطلع قطعه قطعه واحطها على واستخدمها على علشان انا برضو ما لوتش على ماما انها كل يوم هتقف تعمل الكلام ده. لا، هي ممكن تبقى مجهزه الحاجات دي سيمي كوكد كده، وبعدين تبتدي تقطع وتظبط، هي مش هياخد منها وقت كبير. الطفل الرياضي اكله زي الطفل العادي ولا بديله اكل زياده؟ لا، هو الطفل الرياضي اولا هو في نوعين من الرياضه، في رياضه عنيفه طفل بيتعود بيعمل رياضه بتستمر فيها اكتر من ساعه، وفي رياضات عاديه يعني جوست ان هو بس بيعمل اوروبيك واكسرسايز، بيتدور بيلعب ويهزر الكلام ده. طبعا الطفل العادي انا باكله زي اي طفل، ما عنديش مشكله خالص، المشكله في الطفل الرياضي، لازم ابقى عينيا على حاجات كتير قوي في الطفل الرياضي، من ضمنها ومن اهمها عرقه، كمية عرقه، بيعرق منين؟ بيعرق من أطرافه، بيعرق من بطن إيده، بطن رجله، بيعرق عرق عادي ولا أوفر، كمية البول بتاعته، وزنه، لازم أبقى محاصرة وزنه، يعني على الأقل كل 3 أيام الطفل الرياضي يتوزن، عشان أبقى عارفة، عندنا معدلات إرهاق زيادة، إحساس بالتعب، عندي صداع، عنده أي أعراض، زغللة في العين، الاعراض دي انا احترمها جدا، ده معناه ان الراجل ان الطفل ده ما بياخدش كميه كويسه من السوائل اللي داخله جسمه. دكتوره هيام ادتنا النهارده كلام كتير قوي مهم عن التغذيه، مش التغذيه في الصيف بس، التغذيه بشكل عام. انا طلعت من اللقاء ده بان انا المفروض ارجع لزمان، ارجع لبيوتنا المصريه الاصيله بتاعت زمان، اللي هو كانت الخضار ما بيسيبش المطبخ، ما فيش حاجة اسمها، وما كانتش الأسواق مفتوحة زي دلوقتي، يعني ما كانش فيه سوق يومي كده ان احنا نجيب منه خضار او فاكهة، لكن كان اساسي لازم لو السوق مرة واحدة في الاسبوع كانوا بينزلوا يجيبوا الخيار والطماطم والخضروات الورقية والحاجات دي اساسي، والفلفل، الحاجات دي اساسي موجودة في البيت طول الاسبوع، ولازم البيت كله بياكل منها في الفطار وفي الغداء وفي العشاء. بمنتهى البساطة
احنا بناكل الصبح الفطار العادي جدا المصري الفول والطعمية، بناكل جنبه جرجير خاص بصل حاجة مفيدة. الغداء بنعمل طبق سلطة، العشاء نفس الحكاية. اختصار الكلام، ارجعوا لمصريتكم، ارجعوا لفطرتنا الطبيعية، اكلوا ولادكم الحاجات اللي ما عادتش بتدخل بيوتنا. وزي ما دكتورة هيام قالت البليلة، احنا تقريبا ما عدناش بندخل البليلة بيوتنا دلوقتي، احنا اعتمدنا على ثقافة مش بتاعتنا كمصريين وهي الثقافة الغربية. في نهاية لقائي بشكر ضيفتي الجميلة دكتورة هيام خيري، استشاري التغذية العلاجية. بشكرك جدا دكتورة هيام. بشكركم على حسن المتابعة، واستنوني هطلع فاصل وارجع لكم مع فقرة حوارية جديدة، خليكم معايا.